ديري واحد الثمن اللي هو ديري واحد الثمن اللي هو كترجعي فيه العقارات المحبسه محبسه التعقيم، ماشي تمشي لواحد العقار اللي هو خالص الملكيه وتقول شحال لقيت الاولى. ثاني شيء، ثاني شيء الخبره اللي دارت كيديروا على اساس اش؟ على اساس العقار ما بنيش. يا وزاره الاوقاف يا رف الدهائر السابقه وفي الوقف العام، ماشي الوقف المعقب، الوقف العام، وكيقول لك تراعه راه ديك الساعه عاد سي عاد محمد الخامس الله يرحمه والحسن الثاني، وكيقول لك على الوقف العام اللي هو ديالكم تراعى الحقوق اللي فوق منه، وتراعى حقوق الزينه، وتراعى حقوق المفتاح، وتراعى حقوق العرفيه، وكيقول لكم في الظاهر الملكي تقعدوا مع الناس يا خلصوا لهم الحقوق ديالهم العرفيه يا غيخلصوا لكم حق الرقابه ويتملكوا الارض. فكيف هذا في العقب، هذا في الوقف العام، فكيف يعقد وقف المعقب ديال مارينو؟ راه المنابر الاعلاميه راه ملي كناخذوا شهاده ديال الملكيه، شهاده الملكيه راه كنلقاو فيها المحبس عليهم. واليوم وزاره الاوقاف كتحاول بشتى الطرق، بشتى الطرق باش تمرر مقرر التصفيه الكارثي واللي غادي يخلق الفوضى، باش تستفرد واحد الثلث ديال البلاد. اصلا اصلا يا وزاره الاوقاف راه هذاك المقرر ديال المعاوضه اللي فيه الاثمنه راه خارق القانون، راه لا يعقل. الا درتي التصفيه ما بقاش عندك الصفه، رفعتي الصفه الحبسيه على العقل، واش كتعرفيه؟ وانا من امام هاد المنابر كنتحدى وطور الاوقاف الا كذبت في شي حاجه يجب يحاسبوني، وكنتحدى المسؤولين والمسؤولين ديال الاوقاف، وانادي المسؤولين الساميين، وانادي من له الغيره على هاد البلاد هادي، ونادي من له المصلحه على هاد البلاد. راه والله العظيم الى قرارات الاوقاف التي تطبق وتمارس على العقار 13990 قرارات كارثيه، تقوا في الناس، تقوا في على وجه الله، قراراتكم كارثيه، قراراتكم ضربت طموحهم وسفهت احلامهم. راه سيد رحال المنطقه، سيد رحال قبل من سيد رحال ومن ورا سيد رحال تنميه والعمارات وكل شيء خدام، الا سيد رحال بحال ما عرفتش شنو نازل عليه، نازل عليه كارثه بحال تقول منطقه منكوبه. يا وزاره الاوقاف واش هذا العقار؟ هذا العقار تحت السياده ديال المملكه المغربيه ديالنا الحبيبه، عيب وعار، تعاملوا معاه بامانه ومسؤوليه. ولكن بالطبع ملي كتجي كتلقى اوتور اللي عندها 4 سنين و5 خصها تمشي تاخذ، خصها تاخذ لا روتريت وباقا شاده لك هذا الشيء. راه كنقولوا يا وزير الاوقاف الله يخليك جيب دماء جديده، دخل دماء جديده للمديريه ولهاد الوزاره هذه. راه كاين شباب الحمد لله، راه لا نعدم خيرا من الشباب، دخلوا شباب ودخلوا ناس اللي عندهم واحد التكوين اقتصادي، تكوين اللي معني بالتنميه. راه انتم عند الوقف المعقب ملي كنجيو الوقف العام، الوقف العام يسري ويجول في المصالح ديال البناء والتنميه والاستثمار. الوقف المعقب خلاف المعقب سادين عليه عند السي محب المسؤول على ياش؟ على مصلحه الاضرحه والزوايا والحبس المعقب، صادم عليه. تكفيكم من عندكم مع مصلحه القبور اش كتسنى؟ روضه. يا سيدي حيت احنا بغينا، فين هي الوصايه؟ اين دور الوصايه؟ اين دور الامانه؟ اين دور المسؤوليه؟ هذا الشيء صعيب. راكم كنا امام صخره وشفت هذاك الشيء اللي حنا فيه من 2006 ومن 2008 كون ديت وخرجت الماء. فكي وحنا امام وزاره الاوقاف وتقول شي حد كيسمعك وتقول شي حد بغيت تصمت لي، وهنا كنقولوا قراراتهم كلها قراراتهم غير قانونيه، ودابا كنطلبوا منهم يرجعوا الى المحاضر اللي سناوهما ويرجعوا الى مدونه الاوقاف ويرجعوا للقوانين، وكنطالب المحاكم الاداريه الله يخليكم كنبغيكم درسوا مزيان الملف ديال سيد رحال. قرارات الاوقاف خلقت فوضى وخلقت نزاع وحبست البني المقنن. حنا عندنا اتفاق الاوقاف اللي كتقول غتبدا بالتزيئات وغتبدا بالبقع المبنيه وغتبدا بالاراضي العاريه. في 2012 عندنا شيء كريم مكتوب، فاذا به من بعد كتبدا باعاده الهيكله، كانت هذيك الساعه 40 مقطع بدات باعاده الهيكله وخلات وحبست التراخيص باش تستفرد بالثلوث. نحن هنا نمثلوا الناس المتقاعدين عقار 13990 زين متواجد في صدر حال الشارع. حنا هنا كنوقفوا، حنا متضررين، سواء حنا كنا كنمثلوا الشرفاء العلويين، الناس اللي عندهم ولي برجو عطيتهم ولا الناس القاطنين اللي كاين تما، الناس اللي عندهم الناس اللي
ساكنين، الناس اللي عندهم ميزون سوكو العقار، والناس المستثمرين، الناس اللي جاوا جايين من المنطقة، جابوا فلوسهم، جابوا الفينونسمون، جابوا كاين اللي جاب من البنكة، كاين اللي اختارت، كاين اللي جاب من المبنى الخاص، ناس اللي بغاو يستثمروا في هذا الحال، الناس اللي خصات لهم عزاء في جميع الإدارات، خصها تجزي، بداو خدمة في الحال. يعني كيجي المجزي كياخذ بالفلوس الارض بينهم علاش؟ باش تكون الارض فلاحية خاصها تكون الارض قابلة ولا متعرضة يمكن تكون الناس راسو يكون الناس مزيان الناس راسو في الارض الناس راسو في الفلو قلت لكم كيف يعقل ان المستشفيين جاو بداو خدمتهم وخداو رخص ديال الجزء بداو خدامين شويه كنتفاجئوا ب 2019 الوزاره منعت علينا البناء في قسم المحافظه على الاصول لديها قسم سير الاملاك الوقفيه لا يعقل لا يعقل حنا في دوله الحق والقانون واليوم من 2019 والناس كتعاني قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.